السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تعرض الهولندي فان دايك مدافع فريق ليفربول للطرد خلال مباراة الريدز ونيوكاسل يونايتد المقامة الان في الجولة الثالثة بالدوري الانجليزي الممتاز. يأتي سبب طرد فان دايك هو عرقلة مهاجم نيوكاسل يونايتد بعدما كان قريب من الانفراد بمرمى إليسون بكير حارس ليفربول. برأيك هل استحق فان دايك الطرد المباشر أم لا؟